الدنيا، روح رياضية مع الجمهور، روح رياضية في الملعب، روح رياضية ما بين مجلس إدارة الناديين، واضح إن في ترتيب لكده. بالظبط كده، بقول لحضرتك هي المقصورة هي أهم حاجة، لأن الولاد ما هم المنتخب، ما هو لو أنت فكرت شوية كده صحاب، صحابه لسه جايين مع بعض. كانوا معايا يعني. بالظبط، احنا اللي جايين جداد يعني، مجلس إدارة هنا ومجلس إدارة هنا، هو بقى اللي جاي يعني، هو اللي لسه هيتقابل لأول مرة. فان شاء الله باذن الله هنشوف لقطه، هنشوف لقطه جديده يا فندم، هنشوف حاجه جديده، هنشوف حاجه خير، هنشوف حاجه كويسه. لا، بعد حديث الاستاذ محمود طاهر مع السيده لميس الحديدي ما اعتقدش ان هيبقى في حوار بينه وبينه خلاص. لانه لما استاذ الفاضل كل ما تقدم خطوه الناس بتكلمني، مسؤولين وغير مسؤولين، وانت واتحاد الكوره، وكل ما اقول يقول لك لازم يعتذر ولازم مش عارف مين. يا عم اهمل شويه بقى، خليك في مشاكلك. بقول لك انا لن انحدر لمستواه، وانا لما كنتش رئيس نادي الاهلي كنت خدت من حقي من يا عم محمود. انا عايز افهمك حاجه تاني، بلاش مرتضى منصور. انا في مجلتك اللي انت رئيس تحرير، رئيس مجلس الاداره، كتب عني ان انا كلب مبعوي. يا استاذ محمود مين اللي في مين؟ يا استاذ محمود جمهور حضرتك اللي استدعيته، الالتراس اللي شتمك، بعد كده عفيت مش عارف تصرفه، شتمني انا وامي بالفاظ بذيئه. يا استاذ محمود بيسيبك من موضوع الاعتذار اللي انت شغال فيه دون. انا بس عايز حضرتك، حضرتك تروح المقصوره في حالك وانا في حالي. انا بصراحه كلام محترم جدا جدا، انا كنت ناوي سيف ان انا اروح اخش عليه واسلم عليه، بس دي انتهت خلاص، لا سلام ولا كلام. حضرتك مع فريقك شجع فريقك، وانا مع فريقي اشجع فريقي. فريقك كسب لا قدر الله، انا هقول له يا سيدي مبروك. فريقي كسب ان شاء الله بتوفيق ربنا، مش عايزك تقول لي مبروك ونخلص من القصه دي. زي الفل زي الفل.